استكثروا من قول الباقيات الصالحات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الملة قيل وما هي يا حبيب الله؟ قال التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ويا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن الباقيات الصالحات وهن يحضضن الخطايا كما تحض الشجرة أوراقها وهن من كنوز الجنة اللهم صل وسلم عليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا قوة إلا بالله واستعينوا بحول الله تعالى وقوته الغوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من سبح الله مئة بالغداة ومئة بالعشي كان كمن حج مئة حجة اللهم وسلم عليه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان المنافس عن كل مديون
سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من أمره بين الكاف والنور سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبار إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من حمد الله مئة بالغداة ومئة بالعشاء كان كمن حمل مئة فرس في سبيل أو غزا مئة غزوة في سبيل الله اللهم صل وسلم عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا الله الحمد لله لا أوي به بدلا الحمد لله لا أبغي به بدلا الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمر أمر الحمد لله الحمد لله الحمد ولقوله تبارك وتعالى وقال الله تبارك وتعالى تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الحمد لله أشكر لله شكرا دائما الحمد لله أشكر لله شكرا دائما ولقوله تبارك وتعالى وقال الله تبارك وتعالى تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات الحمد لله الملك لله ملكا دائما الحمد لله الملك لله ملك دائما والذاكرين الله كثيرا والذاكرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اذكروا الله ذكرا كثيرا حتى يقول المنافقون إنكم لمجنون اللهم صل على محمد اللهم لا إله إلا الله
إلهي وسيدي ومولاي، يا إلهي وسيدي ومولاي، إلهي يا حبيب القلوب ما لي سواك، فارحم اليوم مذنبا قد أتى، يا رجائي وراحتي وسروري. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال الله أكبر 100 قبل طلوع الشمس و100 قبل غروبها كان أفضل ممن أتغى 100 رغبة من ولد إسماعيل. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله أكبر والحمد لله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر والحمد لله، الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح العباد إلا نادى مناه: أيها الخلائق سبحوا الملك القدوس، صل وسلم عليه. القدوس الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحانه في ذاته وصفاته ويكفيك في تنزيهه. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان ملك القدوس سبحان الملك القدوس الله تعالى.
إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحان من هو كما سبحانه لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه لا إلا هو لا إله إلا هو تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة غفر له ذنوبه 70 سنة اللهم صل وسلم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده ولقوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال توبوا إلى الله قبل أن تموتوا واعملوا عملاً صالحاً اللهم صلى وسلم عليه الله من كل ذنب الله استغفر الله من كل ذنب الله استغفر الله من كل ذنب الله من كل
استغفر الله من قول بلا عمل استغفر الله من قول بلا عمل استغفر الله من قول بلا عمل استغفر الله من كل ذنب الله غير الله تبت إلى الله من كل ذنب الله أنت غفار الخطايا وذنوب الموبقات أنت المساوي ومغير العذراء لمسر وغفار الذنوب سافر الله ستار يا الله سافر الله غفار الذنوب الله غير الله ستار العيون غير الله غفار الذنوب الله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اسم اللطيف بين الأسماء كالبدر بين الكواكب اللهم صل وسلم عليه يا لطيف يا لطيف لطف بنا يا لطيف يا لطيف لطف بنا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اردفنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطف بنا يا لطيف لطيف لطف بنا في جميع امورنا كلها كما تحب وترى الله وأرضنا في ديننا والدنيا يا لطيف لطف بنا في جميع أمورنا لطف بنا في جميع أمورنا لطف بنا في جميع أمورنا حديث القدسي يقول الله تعالى وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا رب لطيف وأنت النبي شريف وأنت تنادي يوم القيامة غير يا لطيف لطف بنا في الدنيا والآخرة لطف بنا ولقوله تبارك وتعالى وقال الله تبارك وتعالى تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أنت اللطيف لم تزل لطف بنا
سلمي يا لطيف لم تزل الطف بنا فيما نزل انت لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لم تزل الطف بنا نزل لم تزل ولقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لمن أنت اللطيف لم تزل ألطف بنا والمسلم لم تزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قرأ سورة ياسين مرة واحدة فكأنما قرأ ربع القرآن العظيم اللهم صل الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما أنت وتعليق يا أخو بيغانتا هاي لو كنت سيدة على أطنقة بيشة طبنات دول لو يتعلم كذا تاريخنا يا أخو بيغانتا حد هجرية دا كون أفر بقول أفر تنشان بيشة الدحاد لا تطلب دا مكان كان أنا شكوبر معنا مكان كي لبولي ويزيغلي موريد كا أحنا دوسي غير معلوم حسين maanta xaflad oo ku dhiganayno xafladdaas oo ah maxabada nabiga iyo haatan waxaan ku dhiganaynaa صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين آيات القرآن الكريم يقول كي بوحدة فرنو بأهين حفلة ديني ساكي وحانو نوغو حق دونو وحانو نوغو حق دونو معان ديقو ونو آخرن دونو سلي فليتفضل السلام عليك أحمد يا حبيبي ضحى يا طبيبي صلى الله عليك ضحى يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي ضحى يا طبيبي صلى الله عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي ضحى يا طبيبي
زين الوجود ضاح يا ذا الجود قربك مقصودي صلى الله عليك السلام عليك سموت يا مفرد إلى كل سودة سميت محمد صلى الله عليك السلام عليك محمد يا حبيبي ضحى يا طبيبي يا رمز الجلال يا عين الجمال منتهى الكمال صلى الله عليك سلام عليك يا حبيبي حبيبي يا حبيبي صلى الله يا رمز الجلال يا عين الجمال منتهى الكمال صلى الله عليك السلام عليك يا حبيبي قدرك عظيم في الكتب مقيم مثلك عديم صلى الله عليك ضحى يا طبيبي ذكرك أنيسي في قلبي جميلي ينجي من بئيسي صلى الله عليك السلام عليك محمد يا حبيبي يا طبيبي صلى الله عليك يا جوزت سماء جبريل قطانا صلى الله عليك السلام عليك يا صلى الله عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي ضحى يا طبيبي صلى الله عليك يا طبيبي صلى الله عليك يا طبيبي صلى الله عليك اللهم صل وسلم وزيد هات النوحان وقحي دونو شيقينا معلنكينا مع المهد ونوسو جيدين دونو محبة رسولك إفادة إشي إليه دهي صفة فاسن أسيقان وحنوكو شيقي دونو معنو سلو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الكرام
وحان ما ركت حو هاي أنجع لاستئن أن بريج ما ركت حو هاي لب كلمة عن ما ركت كشيء وحفلة دان وحان ربا إن ما ركت كوب اللابو وقهرين يعني كلمة دو محبة إيه ما ركت نبيك تعذيمين تسي وينين تسي كوسابسن أرتا إن بدم ولا جهد لا إذا لفتقد إن شاء الله وحبان كتابة دونا لكن ما ركت إن شاء الله أخير بدنا جوكتة إذا ما ركت وهم بيها يا لكن حنجع لاستبري إن ما ركت وحكت المامو نبي ما ركت حواهي لشيء دي سي ميلاد كيسة علماء إن بدنا ما ركت حواهي دي محافظة أنا كل سوقي ما دو نبي جعيل كيسة هي محبة كيسة هي معركة حوها هي تاريخ نولد كيسة هي جهد هي ذلك ودين تنكو بحي أي كور رمان وأنا معركة أرهم ونكسن ومعركة من الدين كمدة ودين تنولد أنت أنت دين تمعركة نولد أنت سكمدة هدي نبي قال لك الشيء كي أو يعني سيردي سلك الشيء كي تاريخ نولد كيسة لك الشيء كي وهي ما ركت حوا هاي دين تنولين تي ذا واي دين تعلون ولا هي هدي لسكن دافو يعني ما ركت كتبها أنت كقرن أو يعني ما ركت حوا هاي دالبين تي يدتك وحبرها أو يعني ما ركت حرتها أو يوك يعني مساجدها لجهود كتجايو أنت أنت أصدق كقابن تو حواي دين تو حوا وحبذن أي غافل لقاها هاي مركا إن يعني إنك ما ركت حوا ضالب كهايو أسكت دلالي وحول لي ما وح أسك وما رتك كوابن واي لكن تن وحواي ومد عام أو كي وما ركت وح أخرستي أو ضالب كهايو جهد جبحي يمد كام وح أخرسن أنتوا وما ركت حوا أي كفاية دي ساين مرك وحواي وطلاب ونكسن واي مرك إن شاء الله وحن ربا إن ما رتك كهر مرو أم بان كبل لابو نبينا عليه الصلاة والسلام سيدا مرت مؤرقين تأيوا مرت حواء تاريخيانك إن بدن كقرى مرت سيرة نبينا إيت الماماين نبينا عليه الصلاة والسلام وحال عليه سند ليراه مرت عام الفيل مركا وحن ربا مركا كلمة إن أنك إيراه عام الفيل كاس لكن وحن جعل استئن أنك هرم مريو نبينا مرت حديثك أو نمرت حواء هاي أو تلمامي أو يري مرت أنا ابن ذبيحين لبدي مرته كبد بادي جورع إن كود يعني هيو نبيير مرك تاسن مرته وير إن كت افتيمي أيان ربا ذبيحين كان ونبيك مرته سكوت المام إن كود إنه يهي متك كود وحول لولجيدا إسماعيل بن إبراهيم متك لمادنا ومرته أبيس وعبد الله يا marka waxa ma aragtay qisooyin oo labadaas ku saabsan oo Ismaaciil bin Ibraahim ku saabsan sida uu uga badbaaday gowricitaanka iyo mid lamaado ah nabiga maratay Abiis Abdullah bin Abdul Muddalib asagana sidoo kale maratay gowrac ayuu ka badbaaday marka mid horena maratay Qur'aanka Kariimka ayaa lagu xusay taasan marka wax inaan ka jiraa ayaan jacelaystay intaan amal filka wax ka tilmaamin marka nabiga kaleey salaatu wasalaam sidoo asaga isku tilmaamay waxaan ahay urana ibn dhabihiin dhabiha kowaad aan sheegnay oo yaani ka badbaaday gowricitaanka ismaaciil bin ibraahim waa yaan danasan horu sheegnay marka ilaahay subhanahu wa ta'ala yaana quraankiisa noogu sheegay sida uu maratay ugu badbaaday ismaaciil gowraca سيدان مرات كوالا ورقبنا نبي الله مرات إبراهيم عليه السلام أسوى ييل أو مرات حوى هاي يعني دأدي مرات عمر كبر إيه ويل لمدي قاري أيا مرات إلهي أوي ديستي إنو كو أرزوغ مرات حوى هاي ولد أو صالحة دي مرات حوى هاي ولد كهداد مرات حوى هاي يعني إلهي ويديستو أولاد إلهي وإسيه كليا ماركته
luguma koob ducadaadi waxa la ilaah saaliha lagu dara hadii waalidka aad marat ulaadi lagu siiyo hadana marat saaliha ay weeyaan yaani waa nasiib darada tii ugu weynayd way marka ilaahay marat naga la yaabo ulaada in yaani marat haa saaliheen in qawaayaan kuwa saaliheena allah nooga dhigo marka nabiga wuxuu weydiistay soo daadaas way limada gaaray in ilaahay rabbi habli min as-saalihiin u yiri ilaahay wa marat haa ahay cunug oo maratay saaliha oo wanaagsan ilaahay ugu arsugo yiri waxa la sheegaa muarriqiinta ay sheegaan inuu yaani ama mufassiriinta marka aayadaas maratay dadka fasira waxay ku tilmaameen nabiga nabi ibraahim inuu da'diisa ahaaday 86 sano ayuu jiraa leeyahay markaas oo ilaahay waladka saaliha uu weydiisahayo 86 sano ayuu nabi ibraahim jiraa leeyahay marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wa maragtay waladkii uu weydiistay ayaa ilaahay maratay ku arsuqay rabbi habli min as-saalihiina wa basharnahu bi ghulamin halimin ilaahay markaas ilaahay da'wadii nabi ibraahim ilaahay waa ka jawaabay markaas wuxuu yiri wa basharnahu bi ghulamin halimin ilaahay marka waxaan ku bishaareynay ee ghulam ambawil oo halim ahoo bari ayaan maratay ku arsuqnay ilaahay leey subhanahu wa ta'ala intaas markay dhacday oo asoo 86 sano jiray waladkaas la siiyay ayaa maaragtay hadana ilaahay imtixaan oo cadiim ah ayaa nabiga ilaahay maaragtay waxa la doono in la imtixaano oo la iqtibaaro nabiga Ibraahim adigoo da'daas jirta oo 86 sano jira oo jira ayaa cunug la siiyay marka waa dareemaysaa cunugaas waalidkiisa ku yahay soo kulkulihayo oo yaani ugu naxariisahayo oo yaani maratay ishiisa ay ugu qabowsahayso ilaan duriyo kale hore uma helin cumrigaas uuna joogaa meesha uu ka joogo iyo makaanada uu ka joogo jaceylka xaggiisa hadii la yiraahdo waa dareemi kartaa iyadoo saas ay tahay ayaa haddana ilaahay iqtibaar kale nabiga Ibraahim la doonay markaasaa waxaa la yiri nabiga ruuxa lagu tusiyay nabi Ibraahim cunugiisa inuu gowraco anigu sidaas u jeclaan da'daasna ilaahay ku sii ayaa haddana la yiri mar kale inaad gowracdo ayaa ruuxa lagu tusiyay ruuxa tul anbiyaay waxyuna la yiri anbiyaada maratay ruuxyadoodana waxy waayay oo sida maratay ruuxa dadka kala maahan wa ficlan nabi Ibraahim arintii maragtay xawahay oo ku arkay ruuxyadii inuu ka dhabay ayuu maratay bilaabay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri falamma balagha ma'a sa'ya قال يا بني إني يرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله ساسو مرة تحو أهي أوير مركا أو مرة تيا إغار كي سيقاري أو إغار كي وينادي أو أبيه مرة تيا نبي إبراهيم هاي وحو قبصة كارو إنو قبصة دو أويل كي سيقاري oo wax kasta dunida xageeda uu ka qabsan karo oo aabihi la sinnaaday marka ayaa arintan maratay nabiga la amray ani markuu soo koriyo cunug weyn noqday oo aabihiisi wuxuu qabsan karo dunida xageeda ka qabsan karo kale inuu qabsado u gaaray saciiga la sheegay kaas way falamma balagha ma'a sa'ya markuu awoodi aabihiisi maratay wuxuu ku qabsan karay uu ku qabsado u gaaray aya maratay oo maratay ruuxyadan maratay la tusiyay asagoo saqiir oo cunug yar ma ahayn waa markuu awoodeystay uu gaarkii gaar fiican noqday oo aabihii garabkiisa soo istaagay markan oo aabihiisa markaa waxa uu qabsan karay oo awoodii uu maratay aabihii lahay oo dunida ma uu gaarka uu muuga ka reebi kara biriga halkaas ayuu gaaray markuu meeshaas gaaray ayaa la maratay ruuxyadan la tusiyay bala ma balagha ma'a sa'ya قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ساسو إلهي ما رأت نوغا حكاية وحان ما رأت اللي تسيي إنان ما رأت حو أهي أنكو قورعو إغار كي سيداي كلا تهيور مركا إلهي ومقو هرو وحون وصو شيئا مكتا فبشرناه بغلام حليم مركا عنوك أو حليم هو باري جوابتي سمحاك في ليسا مركا وعادك في ليسا باري نمدي إيه وارثي سمركاست إنو في كل حالة إنو كوا ديعو وفعلا سيدي انا كتمد وحوري مرتي افعل ما تؤمر
ستجدني إن شاء الله من الصالحين. من؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سيدا سوليه مركزا وحالي رنبغا وحو كجوابي وحاد مرات إهلي دونتا إنان مرات وقوة صابرين تأهو إلهي قده سيقدر كيسا كسبرا إنان أهي إياد إهلي دونتا مركز سيدا سو مرات حو أهي وكجوابي نبي الله إسماعيل مركز إنتا سيد عدي ونبغي إيه مرات إيقار كيسا أرنت إيه وقان سمين فلما أسلم واتله للجبين سيدا سو إلهي ليا مركز إلهي أمر كيس إيه وقان سمين ayo wadiye markaas uu geeyay kaacbada xaramka meeshii uu geeyay ka badina maaragtay arintii inuu fuliyo nabiga maaragtay u diyaar garoobay kidiba maaragtay loo naadiyay wanaadiina waan yahay ibraahim qasad daqta ruya yaani ruyadii ay waxan ku tusnay waa ka rumaysay sidaas ilaahay uu yiri ka badi markaas ilaahay wuxuu wafadiina bidibhin cadiim waxaan ku furana markaas waxa uu ahay maaragtay kabshi amba yani maaragtay wan weyn ayaan ku furanay nabiyullaahi maaragtay waxa uu ahay ismaaciil ayaan gowracay uga furano ilaahay subxaanahu wa tacaala marka dabiixa kuwaad oo maaragtay ka badbaaday oo nabiga maaragtay isku tilmaamay nabiyullaahi ismaaciil ayuu ahay oo ilaahay sidaas quraanka ugu sheegay إن هذا الله هو البلاء المبين وفدينه بذبح عظيم نقول سيدا سقف يلي كرت ما جرت قف أو يعني مرتي نبي الله إبراهيم لبا مرتي اختباره على الوصول لكل ما مرك ورا وحال يري عنو قيس أساسا هيو عدة داس كل دلية وحال يري مرتي جي وادي أو مرتي بهجوية أو ضد أو مرتي حو هاي تندقين بيلا هين أي جي ليري وغنا صوتك ويديس ee cunugii muluqahay ayuu maratay nabiga ibraahim inta wadii oo meeshii geeyay biwaadin gairi di zar'in ilaahay ugu tilmaamayo meeshaas uu geeyay waan uga soo tagay amarkii ilaahay uu maratay uu qaatay ay ikhtibaarka lamaado haddana cuslay uu la kulmay cunugii asaga ahay oo saas ahay haddana inuu gowraco aw la faray markaas ilaahay uu leeyahay in hada allahu albala'u almubin wa yaani maratay ikhtibaar ay imtixaan weyn waayo uu leeyahay arintaas mid ka labaad oo yaani maratay asagana gowraca ka badbaaday oo nabigu isku tilmaamay wuxuu ahay aabihiis oo Cabdullaah ayahay marka sidaan maratay wuxuu ahay kan war qabno Cabdullaah bin Cabdulmudalib Cabdulmudalib baa dhalay Cabdullaah marka Cabdulmudalib wuxuu ahay marka muxuu ahay Quraaysta maratay siidkooda ayuu ahay waxa uu marka Cabdul Muddalib ilaahay uu tusiyay ruuya lagu tusiyay ceelka Zamzam kan hadda oo marata lacabay halka uu ku yaalo ayaa ilaahay marata ruuya ku tusiyay waa arin asaga lagu khasisay isla marka marata uu Cabdul Muddalib waa soo baxay la yiri marka ruuyadaas uu aragay oo barti oo ku yiilay ceelka Zamzam ka ah ayuu yimiday markaas uu bilaabay inuu qodo wax badan oo maratay waxa uu ahay nimanka maratay waxa uu ahay uga tageen waa la duugay wax badan oo dahab iyo walaxyo jaraahimada nimanka la yiraahdo nimankaas ayaa meesha maratay deganaayeen markaasay ay ka qaxeen meesha markaasay waxay ku duugeen maratay suyuuf oo maratay iyo dahab iyo waxyaabo badan ay ku duugeen kan sin badan waa qodiyay Cabdul Muddalib wuxuu ka daba tagay biyihi oo meesha ku jiray biyihii markuu soo bixiyey oo biyihii maratay banaanka uu soo baxay ayaa waxaa ku qabsaday Quraaysti kale ashriqna maratay yaa maxuu ahay Cabdul Muddalib oo arintan waa kula wadaagayna waa kula lahaayna leeyahay sharaftan adiga kaliga yaani maratay waxa uu hayeelay miisid waa sharaf oo Quraaysh ka dhaxeysa ayaa u ceelkan naqahayaa saasay dhahayn marka Cabdul Muddalib arintu waa cuntami weysay wixii Ilaahay maratay tusiyay oo isagu lagu gaar yeelay in dad kale ay la yeeshaan runtii marka Cabdul Muddalib waa ciishooday Quraaystina marka waa ka tiro badan tahay waana hay ka xog badan tahay hadii marka ay la yiraahdo dagaal la yiraahdo wax asaga difaacayo ka mancihayana markaas ma haysanin awlaad uma joogin Cabdul Muddalib markaas
إلى مركز دمبو أي مارك تحو هاي عرافة مارا تهير بني سعادة أي دهان إسلام تسامو تقي إنا وحي نقول حكم إسان قاعدة هنا مركز والله أبتين إلهي أبو حوتو سيئ إنا عبد المطلب أي أغهران عيل كان مامل كيسة إلهي كو إلهام يغراش تنتي ذكال وفعلا سيدينا نغطي واكل لحدين عبد المطلب أرنت أسمر كي قبصتي أو حقا عيل كاس غراش توكال كلمي أي قرب عيلين أيو ماركتي يا إلهي نذر لقلي وحوري مركا هدي إلهي تمويل أو ماركتي آد إسيسو ميت كميدة أديك درتا نقور عايا هور ميت كميدة تمان كاسويل أديك درتا نقور عايا مركا إساس نعضي وحالي يري إلهي واسيا لي تمان كويل وحو مركا قوان سادا إنو نذر كي إلهي ولقل أوفليو عبد المطلب وأنا كل دقائقي وحوس مي مركز إلمي سين وقرعة وسمي تبان كويل قرعة مركز وحوس كل عادي عبد الله هي كل عادي والنبي أبي سهاي كبل الله بين عبد المطلب أرنتي هي بلنتي إلهي إن ذكر كل قال إنه فليو وأنا سوى دي ويل كيس عبد الله هي إنه قرعة ومرتك أنا مرتي حرمك أكو قرعة قريش تدمان تدا مرت أرنتي أكاد إيدي سيو كهرتي مدي عبد المطلب أرنتي والجود دي دي walaalkiis Abu Daleb aan ugu darnaayay dadka ku ilxaxay oo maratay abo arintanka joogiri wuxuu yiri aniga nadarka Ilaahay aan la galay saan yila maxaan ku sameeyaa Ilaahan balan la galay marka quraashti waxay u soo jeedisay inay maaragtay xaw u hayo u tago islaano carrafada oo hadii oo yaani markaas dad mushrikiin ay ahaayeen hadii oo maaragtay iyuka wax ka iskaal galaanay isku dhacaan ay u tigi jireen salaam wax sheegtay islaantaas u tagay dhahayn عبد المطلب وحي كوترانا مركز فرطون وفعلا سيدي ويا لاري عبد المطلب اسلانتي اوتغي يقال كي سوا مواجع الله لكن نذر كي لها كلوين هذي وابحيا لاري عبد المطلب وحي اوتغي اسلانتي عرافة دي اوتغي اسلانتي وحي كوتا ديسي وحالو قرعيها هي تري يقال كاقا او مرات عبد الله هي ايه توبان مرات هي على دو قيلة توبان قيلة ايه ويل كاقا أقول الله سميها يا كل ما مارك تحوها عبد الله قرعة يكون عدو قيل كتبان أي زيادة سيتر تبان كل زيادة هسا كل ما عبد الله يكون عدو قرعة تبان قيلها زيادة هسا كل ما عبد الله مارت يقرعة كل عدو تبان زيادة هسا إلى ماشي كل جرت إلى مارك تحوها قرعة قيل يقول عدو أساس أويسا عبد المطلب سيدي ويالي والله قرعي أسقي قيل مركز تبا مالها توحي كل عيسى حوا هاي عبد الله عبد المطلب ابن تبانو زيادة ها مركز توحي كل عيسى عبد الله تبانو زيادة إلى إيك جارت أوجيل بقول أو كحرو مركز أوجيل بقول أو جاري أي أوجيل مركز قرعة يكون عادي مركز سا حوا هاي بقول كي حالات عرفت حالي رمالة الديدة مركز تبان أي هذا لي وقت كاسكور مركز أرنت أسمارة تحوها هي دعاء عبد المطلب يكون دعاء أو طبعا بقول هلا أو بقول قيل مرة تحوها هي أي ديدو دي أي خد جينا العرب تمركز واقع هذا اسمك كي دعاء طبعا هلا طبعا كهلا دو مرة تقيل ديد أي واحد وقت كاسكور كده مركز وحيو بدش هنا مرة تحوها هي بقول هلا سلام كان واقع رأي هدوه مدين مباسو كي وحيا باسو كي أو مرة عربتي وأنا جيدي oo kamid ah ay taas kamid ah boqolkaas salaad haddii diyada ay tahay waqtiga aan joogno oo diinta islaamka ay suqtay meeshaas ay ka timid aleer marka dabiixa labaad oo maaragtay waxa uu ahay oo nabiga maaragtay isku tilmaamana midkaas oo ahay aleer oo abiis oo ahay oo maaragtay waxa uu ahay yaani ka fagtay ee gowracas intaas marka waxaan maragtay waxa uu ahay uga baxaynaa ka maratay kelimada nabiga uu yiri ana ibnu dabiixin waxaan rabaa markay inaan waxa hadana ka taabto nabiga nabi kaleey salaatu wasalaam waxa la dhalay sanad liira maratay amal fiil marka amal fiilkaas maxaa maragtay loogu tilmaamay liiri amal fiil maroodiga maratay waxa uu ahaa sanadkiis waxa la yiri maragtay maxuu ahay nin la yiraahdo abraha oo waxa maratay boqor ka ahay meesha la yiraahdo yemen isla markaana maratay waxa uu ahay
وهو سجن وكيل وقع هاي مملكة دي مرت أكسوم لده جري يا حبشة ده هذي أيوة ماشى سبارة سابق هاي ليري مركا نينك أبرا هاي ليري وهو أرجع ليري مركتي عربتي أو سنة دائم وموسم كستا مرت وحأديس حرم كأديس أسجن إن مسيح يو هاي أرنت أسوار دبتي مركا سو حقو عن سدا ليري أنا عربتي مركتي أرنت أس وح أقو ريجي كرو أو يعني أو سمي مركز سالير وحو سمي ليري أو رسال ليري كنيسة أو آدي آد مارت أقود دالا ليري كنيسة دي مركز وحا عربت أي مارت أقود بحسال ليري قول ليس أيو بحسال ليري مقع هذا حالي ربارت وحي هذا ليري كنيسة دير مارت الارتفاعها مارت آد أقود ليري وحي أبداً مارت زغاريفاً وكو قرحيا ليري مركا قف كفير يا ليري مرت يا قلاس وحلو قم عبالي محو هاي كوفي كمرت قف كأسرية وأكد دعاء هدير كي قبتالي مركا ساق قلاس الوقت المعملي يكادو يسقط مرت يا قلن سوة الشخص هدي مركا أوفير يكر أو ما تحس أقعدو سو فير يا دير كذا كوفي دنا وأكد دعاء سالي مركا هسي عرفتوا يكون معابينا للقلاس سالي الارتفاع معناها مرت بنائها سيدي أوديري كلي مركا أنت هسي دعدي أو دمستري أو يعني مرت سمي مركت حوا هاي كني سدي أيوة عربتي مركا صحوا أمر كسي أنا يكل أحدان مرت حوا هاي حرم كي يحجيهاين ونسوري كان حوا هاي كني سدان بدل الحرم حرم كي بدل كيس هل كان مرت أي عبادو مرت لسؤادان وفعلا ماركت يا حواهي وأمر كاسمركو به عربتي أرنت ويكود جدا ويكحناجين لكن هذا شوكة إسقاط عيان ملك لكن أمر كيس أمه كان سمينا ليري كدي مركا يساس وحد عادي يكو مرت عرض عربت يا غبتك ترجمة يان بني كنانة نين كمدها ليري أنت صوب حي ولا رهبين هبين هبين هذا كمدها وقلا ليري مرت كني سد الحديد مركا صو أو من تم مرت ماشي حواهي مرت كحاري أيو مس حوا كني سد كوه اللي ياليري كدي بقى مركز لورشة جاي أبرها أنت أسمارت إني كدم بين دتك حرمك حرم كودي مرت يا دتك كدي عسي إني أنت أس كدم بين أي لورشة قاليري مركز سو حنا قاليري أبرها مركز سوريك حرمك سلفتي سان سود دمي هاي يهود أسكان صوب بابي هاي يهود وحنا سمي قاليري جيش مركز أو محوه هاي كثدي سان عدد كيسة وحلا كوي بكران هين ولقوت المام جيش لا يقهر معنا جيش أنا مرة توقف كهور ما كرت إسنجرين أيو سمي ليري وفعلا مركا نك اللي رأبرها جيش كي أسرع نوع عسى وسمي ليري أيو نقاجي مركا سو وحلا هذا دين على حرم كإنه مرة تسود مي هان عربتي مركا أودنا مرة هذا إسقاط عيسام لهين لكن هدي مرة بأس جي شدة إتمادا يا رجع كلب حالي مركاسا وحد على ليري نمك عربت هاي هجاميال كذا قيب كم ده وحي جو أنسدين إن لجهرت جو يعني مرة تحو هاي مهما كان مرة تحو هاي وح وح دعاء حد عن إن كاس لجهرت جو أي جو أنسدين نن ليرا مركز نفر أو مرة ملوك اليمن تكم ده هاي أيادات كور أشرف مرة ملوك اليمن وهاي لين كاس دون نفر على بهجري جري أصدق أمرته كهوري مداليري وأنا لدقالي ولدقالي ومركته هاي إذا كوتي يا أصدق بوالله حربيين لكن إذا أنا يعني مركته يا هو هاي وح هلقاس ملوك تجوك تدي سوت ماذا نسمك أذين وهاي ليري ذو نفر قدام بيستي ولا جبيي وأنا الله قفالة يا ليرو دت كمرته يا محبيس تاعي نقضي وكمل نقضي ننكلير أبرها موسن دلنا ليري وهرو وتالي ريعدن كيسي أيو مرة تنتلع الحرايا هرو اللي وذالير جدك أنت يسي السعودين مركا يتجين لي مرة يا أرض وقت عام منك اللي يراه عربته يواي فرب النادى هو جميل بدني لهذا مركا يمشي سدنا جارين يا واحد عدا لي مرة إن نن اللي يراه نفيل يعني مرة بين حبيب نن اللي يراه أسجنا يا قبيل كيسي أسوه جميها يو كهري مداليري أسجنا ولد دجالي وقدام بس سوقنا مرت ولا غير هاي فهزمهم أبراهتو أبراه جبيه سوق يا مرت يقوم كيسي وحيس دموع باب شالير أصلاً هذا واقف عليه ليرسي أو طف صو مرت أهل النجاس حوا
حجاز كمارت يا ودوين كودا سوتوصو او ماشي مارت هو هايو بحيو هرو وتالير داليو كدك تالير مركي غارنا للمرات ضعيف يعني مركا لود وادي اربني ثقيف نمن لي راهو ايا ماركت اصاب بحين نمن كاسيد كو هرمن قنا ليري وسو دوين ابره لما دغالمين واخ دغالا كلا مهور ايمانين بل اني لا دغالمان اسكا دافي waxay maragtay xaw ahaay siina liiri nin oo daaliya oo abi marat abaarigaal liira abaarigaal al diijir ninkaas oo waa nin maratay wadooyinka aad u yaqiin oo ahaa liiri ninkaas ay u deeqayna liiri waday dhayn markaa xaw ahaay ha ku tusiyo ninkaana waa kugu deeqna wadooyinka ku tusiyo qabrigiisa la hada waxa liiri maratay ninkaas waa wala dhagxeeyaa liiri waa ninki maratay kacbada maratay duminta ninka abraha geeyay oo ahaa liiri aba rigaal al dhig jiraalir markii uu tagaa liira maratay ninka liira abraha meesha liira maqmaqs meel liira makankaas markuu gaaray ayuu ciidankiisii markaas uu diyaariyaa liira si marka kacbada weerar ay u qaadan kacbada inay weerar ku qaadan ciidankii uu diyaarshay marka farqa kasta meesha maratay dagaalka galeysay iyo waxa soo dhama uu diyaarshay liira markay intaas dhacday oo ciidankii diyaariyay qayb kamida marka wuxuu yiri geel arabta geel badan ay lahaayeen in weerar lagu qaado la soo jamciyo geedo geelooda halay keeno waana la sameeyay liiri markoo intaas ay dhacday ayaa la waxa liiri nin la yiraahdo xanaada tamarta alximyar nin la yiraahdo xanaada alximyar nin la yiraahdo ayuu u diraa liiri maarta waxa uu ahay abraha wuxuu quraash u tago maarta siidkooda ii keeno waa soo baxayaa liiri ninkii xanaada ahay quraashti u tagay waxa loo sheegay sayidkoodi Cabdul Muddalib ahaa uu joogay Cabdul Muddalib baa loo tagay waxa la yiraahdo Cabdul Muddalib Abraha oo maratay malikul maratay Yemen ah ayaa maragtay yaani yimiday ciidankiisi iyo asaga si u dumiyaan Kacbada laakiin asaga uma iimaanin adinkii inuu la dagaalamo dagaalkiina adinkii uma iimaanin walam yaji li muqatalati ina wadinka idin la dagaalamo asagu uma iimaanin wuxuu yimid kaliya inuu kacbadaas u dumiyo intaas inaad ogaatin marka intaas dhacday waxa dhacday la yiri maratay waa soo wadiya la yiri wuxuu yiri anankana sidoo kale ninka la yiraahdo Abraha iyo ciidankiisa awoodaan isaga dhicin ma lihiin yiri marka waxaan sameeyeen waxa jeelisa yiri awoodaan anku ninkaas ku daafacna ma lihiin waxa uu socdo yaani aniga kama dhici karno yiri marka waxaan ka rabaa inaad raacdo oo u sheegto waxa ahay Abraha aan ku geeyay hawri si arintaas adiga u sheegto maadaama sayid quraash aad tahay Abu Dhalib waa soo baxay wuxuu soo riicay ninka xanaadaha oo maratay ximyariga ahay waxay u yimaadeen maragtay Cabdul Muntan maratay waxa ahay Abraha u yimideen Abraha sariir weyn oo maragtay aad maratay loo kor yeelay ku fadhiyay waxaa la yiri Cabdul Muddalib nin haybad weyn lahaa u ahay qofti haday aragto nin loo istaagay oo nin qurux badanna u ahaa yiri hadii uu arkay Cabdul Muddalib oo maratay waxa ay soo qaabilay Abraha si weyn u weynayaa yiri wuxuu fadhiisiyay hataa meeshii uu dadkii ku qaabili jiray meel aan ahayn uu fadhiisiyay sariirta uu asay ku fadhiyay ayuu dhinaca ka soo fadhiisiyay yiri markaas uu ninka turjumaankiisa wuxuu ku yiri bal haajadiisa danta u socdo bal weydii markaas wuxuu wari yaa leeyay maragtay waxa uu ahay Abu Cabdul Muddalib wuxuu ku leeyahay turjumaanka wuxuu ku leeyahay leeyay maxaa dantaada oo adiga u socota Cabdul Muddalib wuxuu ku jawaabi Abraha ciidankiisu geel fara badan ay maratay soo qafaaleen geel oo maragtay 200 gaar ay aniga leeyahay ayaana kamida waxaan rabaa marka geelaas inuu ii siiyo intaas igu sheego ninka maratay Abraha ay awarraba mugas wuxuu yiri niyo markaas soo socota aad maratay nin heebad iyo maratay waqaar iyo weyn ka muuqdo adiga ee keedo yiri laakiin markaa warantay yaan maratay kaaniye jabay yiri maxay yelee aniga yiri waxaan u socdaa yiri maratay waxa uu ahay xaramka dumintiisa inaan dumiyaan u socdaa oo maratay waxa uu ahay diintaadi iyo diinta abayaalka sharaftoodi ahay halkaas aan u socdaa ma hadalka lam tukallimni igala ma waramin maragtay kacbada dumintaankeeda warniyaha arintaas hayeelin yaani an ka filahay
حرمك أو يعني شرفتي هي دينتي أديك يا أبي على كأهاي يعني دمتي سوس عداه مع ذلك أديك قال ما ورا منو يروح هاي قال ورا نتيرو جيل لو بقولو جيل أديك الله هذا تري يسودي يعني أساسا ما رتك هاجني يجيب يورو إن عبد المطلب مركب وكذ جوابي وحوري كلمة دي سمرت يا مرت يا شهرود وحوري أنا رب الإبل وحوري أنا قبل ما رت جيلا أيان لا هيور ربي جيس هيور والبيت ما رت رب يحميه ورمرت بيت كان ربي إلى شهاي وأسق الدفاع هاي ولي هور أنا قس جيلا أنا لا هيور مركينا يسيسان كربا هور ساس كان دعاي ورمرت ربي قال مرت يا بيت كان له أنا قال ربي قبل ما رت جيلا أنا هيور مرك أساس درت يا دوحان كربا إنا جيلي جيسيس وربي قال يا مرت يا حرم كان له يا سا مرت بيت كيس الدفاع هاي مركو سال سيري يعني أن أفرها وحوري ربي قال سلفت جيسة هاني قد دفاعي كرنو أنت وذاك هور أديك يا ربي قال سوحك ليشين اللي دي هنور أنا قلت أسانس كله وحد عضي ننك اللي راهو أن عبد المطلب وإسك سوت تجي وهو أمره لرجلي سين لصيب وإسك سوت بحي قريش تي ويمدي هور قريش هي ننك أفرها يا أنت جي أنت أسانس كلا سوق كل مي awooda sagad ciisina nimay heesina waxaan idan fara ina maratay buurahan waawinka badanaa maratay amka ku yaala inaad gashiin shicabtooda iyo togo gaas yaad ku dhumatiin halkaas adinkaad gashiin adinkii ilmihiina meeshaas ku dhumatiin inta ilaahay maratay arintan aw ilaahay maratay faraj maratay uga dhalihay halkaas inaad iska gashiin saasa idan kula talihay aw wa ficlan maratay sidii yeelan inaad maratay qoreysti waa kala carareen togaga iyo buurahaas ay kala galeen إذا حالك ماشي سومر أيو أيا واجه مرك أو بريء إنك اللي راه أبرها عيدن كيسيو مرك ويرك إن قادان مرك أو ديار وياه يو صوب حياليري مرك أسو مال اللي راه مرة تحو هاي محبس مال اللي راه أو ده حيساليري مزدريفة أي مرة تحو هاي منع أيو ده حيساليري ماشي أيو مرة تيجي مدال ري عيدن كي عيدن كمرك سان روسو شجني oo maragtay waxa ay qisada bilowgeed aan ku soo sheegnay waxa caamkan amal fiil waxa lagu magacaabo maroodida maroodi badan la socota leer oo ila 9 bacdu riwaayadna tumeela ma igaarsiina leer aya la socodeena leer waxa hoggaamiyaha leer marka maroodiyalkaas maroodi leer maxamuud leer magaciisa la dhig jiray marka meeshii oo maxbas leer markii halkaas ay gaarin ayaa maroodigi oo fadhiistay فبركة مركز مرات الفيل الذي يقود مرك الفيلة تالير نك يعني هو هاي محمود اللي جرى مقيسة ويسكف ليسيا سك مرك ورأنت هدي كذا الله نقوى عررة هدي مركت دين عمارت يا شام الله وضو عررة دين عمارت هو هاي جهوي إنك كلام مرت هدي ملودي الله وضو عررة ملودي كان هدو فديستنا كوا كلام سعى هاين قاعد الجماعة سجاه مركا waa yaabin ciidanka waa ku taxayureen waa tumeen waa garaaceen wala nuxi way jehada kacbada hadii maragtay waxa ay loo wado waa diida jehooyinka kala dhamaantood hadii loo raacdin waa urda meeshii uu fadhiistay bacdu riwaayad waxay sheegaan maragtay waxa ay ninka leeyahay nufaylki oo dadkii la dagaalamay oo asriga oo la qafaalay kamid ah ciidanka la socday ayaa dhagta ugu sheegay leeyahay maxamuudow innaka yaani fi haramillahi wa baytihi taasu dhagta ugu sheegay dhahan maaragtay nimankan haadiicin han u hoggaansamin saas amal u dhigtu ugu sheega liiraha marka adiga xasilul kalaam meeshii uu fadhiistay maroodigii waa la nuuxi waay inuu kacbada xaqeeda aado iyaku waxay rabeen inay marat arkaanta biidka uu leeyahay ku xirxiraan ay ku dumiyaan saas ay rabeen iyaku mashquulkaas ku jira oo maroodigii dhinac dhanna u leeyahay waay markii aan qasidadii maragtay waxa uu ahay maxay ahayd oo maragtay waxa uu ahay maana shaacirkii in ida bal fiilu ma ata saahibul fiili walam yanfa'il hijaa wa dhakaa ana maragtay waxa hamziyadi in usas kulliyahay ida bal fiilu ma ata saahibul fiili walam yanfa'il hijaa wa dhakaa li ana markii oo asaga yaani maragtay asagu aqli lahoo aqal u saahiba hayawaanadkii iyo maragtay waxay garteen ay yaani maratay ku garay waayeen saas amal u leeyeen ininka xaramka ilaahi iyo beedka ilaahi uu dumiyo hayawaankii iska diidaas oo asagu urdaaya macna marka ay ku mashquulkaas ku jira oo yaani maratay ka cadahay ayaa maragtay
إلهي سبحانه وتعالى عيدن كيسي أو أصه الدري وأرسل عليهم ضيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أولي له مركز إلهي مرات يا ضيور يا مرات الشمبرة فربنا الله صوت دري مركز ويرك كيسا لير إذا مدي شمبر كستو كمدة شمبرة هاس وحي ما وحي وضعها لسد أحد حوا ده مد كستو كمدة وحكود فيها يا لير هل هل مرات إذا ما تكمل كود عاه يا لير مركز نوها لك سمايا وهلا شيء قد ما أنتوا ده إن إنسان مرات يا دك هانتي شمبرة هي جمع إنسان كود عينا لير قار كمدة ها مركز صوب حسدو دينك دينك يمن سوء هذه مركز يكو مرات قار كود قار كلو كود عاه يتساق دون مرات يا في الدرق يكو الدنيا كود على هاي يعني مرات مشقة يهولك إيه عذابك إلى حق زكي مادي أي أركان درتت أي دمان تود ودده مرات جمن يسوع داني كو وضع الأدينا ليري مرك لقى الرياب نك اللي راو مرات أبرها إلى أبرها سخاص وإلى عذاب لير عذاب كاس عذاب كدون أي أيوة مرات كو عذاب يالير إلى أسق وحقوس اللي ذا لير مرض أو مرك تحوه هي بسببه مركز تتساقط ومركز أنا أميله ليري إلهي وحو كو امتحانا لير مرات مرض أو مرات سببتي سأنا مش مرات جركي سيلا داده سالير أو مرات سعد عد أو مرات سقد أوقو عيا لير إلا أو مرات أبراه كسوق غرا لير مش لير هو هو هاي يمن أو مش أو كدو لي وعيدن كأو كأباب لي سيأي دتك كلاو قو عبرا قاتان يعني مرات إلهي وحو قدوني إن مركو ربا رنتاس إذا ما ذي دو نفر أوه جميعها إيه مرة نفيل بن حبيب أوه جميعها إن كل جدول له ذي جبي إلهي مس ما وسندون إن قف كلي إني حرم كاس دفاعه أساك لي إنه مرة الدفاع إلهي مرقه رب الدوني وفعلا سيدي نغت إلهي أساك كفلنا ذا حرم كيس الدفاعي مركي أبرها أو هالكاس أو تجي يمن توصل الله بتي أسوق مرة مسيب ده إلهي كبدي أيه وحال لي مرة مثل الفرق أيده نمك مرقين تا أسوأ مرة بوجل مرة هدى الله في قيئه وكنت لك سوب حشي وكل أو تقالير مركز ساحو هاي فانسدع مركز قلبه فانسدع صدره من قلبه يالير مركز قلب جيس يا مركز سا وضنه يا بنانك أصاب حيا لير يا وضنه يسي يا بنانك أصاب حبت كيس أنت كلا دلعي أيا وضنه بنانك مرة كصود عينا لير مركز سالير فمات مركز ومشى سكون انت لير نك أبره ليره إلهي عاقبتي سي مرات هو هي إنه مرات إلهي مرات حرم كيس هي أماكن مقدسة مركز طب إلهي مرات والدفاع يا مركا إن شاء الله يعني مرات وهنجع لاستي إن ضد فرب بدنا مش الجوع أخيار بدنا الجوع إن شاء الله إن أنت سي إنك بدنا إن أنا مرات إيه هنجع لاي لكن وقت جا ندي ده إله دوره واركا وأنا كل لاني marka intaasan marata kelimadiida marka ku soo gaabay ilaahay duulaha insha Allah in khair badan Allah idin siiyo intii arintan marka ku soo dadaashayo tafaalkan ka shaqeysayo oo yaani marata sidaan marata meeshan ugu kulanay ilaahay jannada nagu kulmiyo ilaahay jannada nagu kulmiyo ilaahay idinkiisa nabiga micigiisa iyo zumradiisa marata Allah nagu soo bixiyo maalinta qiyaam ilaahay idinkiisa meel kale ka maaymanay shafaacadiisana dadka muteysta Allah nagu dar ilaahay idinkiisa wa billahi tawfiq wa salaam alaykum ورحمة الله وبركاته. أجر أحسن هذا أنك سكوا كرنا الله قصيو كل مدة سأتكم معان نسج جدي شيق يعني معان كنا جليل كام علمات هات إنه حنوقح حق دونا سلي ونسج جدي دونا شق داود سلو. اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام صل وسلم على صلاة سلام على المصطفى رسول كريم نبي الهدى وسلم على
اللهم ارحم كل المسلمين من حي وميتين فرج كربنا وسلم على ومن زاد فوان مئات ترى كأويس قرن أتى مرسلا وسلم على ونسو شفاعتنا في شيخنا تمام يدين وبزل علا وسلم على وإن لم يراهيك في قولنا ففي حاضرة قلوب جلا صل وسلم على تركنا أهيلا وأولادنا فصاروا جميعا كما أرملا وسلم على ولا تنتهكي يوما ولا ساعة الإجابات لا تتجلى وسلم على وفعل لمن حضر أو تلا ومن غاب فينا يطلب بسملا وسلم على وخذ 180 ما 300 ضرب حساب جلا وسلم على وسلم صلاة تليق به وآله وصحبه أبغى سندلا وسلم على يسر يا إلهي أما أسرى يسر العسرة يا مولى الله وسلم على وكل نبي كذا مالك يقول نفسي يا نفسي يا سلام وسلم على إلا نبينا عليه السلام يقول أمتي سلم يا سلام وسلم على محمد اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام وسلم على حبيبي محمد عليه السلام اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه سيو سلقوا نسيو شيخنا شيخ داود هات النوحان وقوحك دونو سيرو نو آخرين دونو شيخنا شيخ أحمد قري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام الحمد لله ثم الحمد لله وحام هذا ودان أسقنا إله سبحانه وتعالى إن سوى فجي جلسدان لقد بالدقى يرد على الشهد النبي عليه الصلاة والسلام وحن ربا إن شاء الله تعالى كلمة دي دقاوان إن نوغ الشاكيوه
سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد كمدة لقب الله قبل بعثته تان النبي عليه الصلاة والسلام لصبح لقى سوقار بعد بعثته صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام انتو صدلان ايا لقى شيكين ايي كتبه هورو سماوي قهانا كقرهي نبي الله إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وحو دعوتي سكمد هذه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ربك إنو تتكا كصور نحسار رسول إيجا كمدة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وكتابك حكمة برة أيا كمدة هذه نبي عليه الصلاة والسلام وحا وافق ذي دعادي أبيس إبراهيم أيا وافق ذي النبي عليه الصلاة والسلام سيدوك نبي الله عيسى قوم كيس يوسكوكو ييري مركزو حودهي إني رسول الله إليكم وحانهي رسول الله إذن صدري مصدقا لما بين يدي من التوراة وحان رميسانهي كتبه إيقه الرئيي وحي إيقه الرئيان رميسانهي ومبشرا برسول يأتي من بعدي حدنا وحايدن كوكو بشارين يا رسول أنيق إيقا بعد إماد دونا أوليب اسمه أحمد مقعي سنة ليلة أحمد يعني دين كوكو بشارين يا هودهي بشارة نبي الله عيسى أو قوم كيس كوكو بشارين وليب مقعي سوا الشيقي ونبي عليه الصلاة والسلام بركة النبي عليه الصلاة والسلام انت وصد لنن أي أساس لوغا شيكيد جري أدور دشير رسول لقد دقي حد مودي سامر كأن لقى شيكايو نبي قينا عليه الصلاة والسلام إن آدم لقى صوب بالله إلى أبيس عبد المطلب إيه يديس لقى صوب قارو وحيا به أقوني قاهاي خوائستي سي وحاكمي دهاي أنبا وحيا بها لشيقو علمتو الشيقان حديثنا كعد والنبي عليه الصلاة والسلام وحوله خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام وحنك صبح النكاح النبي عليه الصلاة والسلام أبيس آدم لقى صوب الله آدم إلى لقى صوب قاره ويدسي أبيس سفاح الجاهلية وحليرا زناد الجاهلية ما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام نبي النور كيس وحو سوك لغوشي أصلاب ظاهرة أيو سوك لغدبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لغا سوك على أبيس وحادوك تنسيرة كقرا نبي أبيس إنه قبر أي كدل بطا إنه نكاح سدو مركا نبي عليه الصلاة والسلام أبيس عبد المطلب أيا قبل دي مركي كدلبت انت ونانيك احسنا وحا وحا الهي وافجيي اني او قرسدو نبيك هو يديس او آمنة بنت وهب مركي ونانيك احسو قرسدي كبعدي اركتي مركي وحيتي الورمو قرستي مركي سوري ها نوركي وحيتي المركي نوركي انكار روي او وجيقاك كافتيمي واكا بحيتي الفسعته مركى النبي عليه الصلاة والسلام إلهي مركى أوضاني حقيقة ديس محمدية أنا وصوت ظاهريو حق جسم جيس روحي صوت كلهن ماشي أو قصقناي أو عبد الله أهواك صوت قوريي هو يدي سو آمنة بنت وهبنا أو صوت قوريي حين نسيبه يا لتي هو آمنة بنت وهبن وحين نسيب أويالتي إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو يدي سنغته مركي أي أوراودي أنوار تيسا
wanaagsan samada iyo dhulka loo naadiyay qad xamalti sayyidil caalamiina waxaad xambaartay caalamiinta sayidkooda mid kugu sharafta badnaaya xambaartay cirka iyo dhulka laga naadiyay sidoo kale وكوسيت الأرض بعد طول جدبها دولك ولا مرشي دولك أبار وهاجري يدو أبار باب بإسي أيا النبي عليه الصلاة والسلام مركي أورك أو قلي أيا وحي دولك أي وحي نغت أو نغت برواغ ونعمه سمارتي نواب بسلاتي قيده نحل قود يدون لقاريني ميرد لين دابت كستا ee quraashladana luqada carabiga ay ku hadashay asnaamti iyo xiyaabi ilaabudi jiray iyo kuraastii boqoraarka ay ku fadhiisan jireen waxay u soo daateen wajiyaal iyo afyaalkay ku soo daateen durjoogta meel kasta ay joogan min mashariq al-ardi wa magharibiha waxay isugu bishaareeyeen nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam in uur galay oo caloosha galay jinnigu wuxuu isku bishaareeyay waqti nabiga kaleey salaatu wasalaam soo bixi lahay in la gaaray kuwii qaybka ka hadli jiro faalashowyaalkii ahay waa bureen rahbaaniyadii iyo baadiriyaashina waa cabsadeen xod ogaal kastana wuxuu ku dhawaaqiyey nabi maxamed sallallahu alayhi wasalaam inaa soo daahiri doono nabiga kaleey salaatu wasalaam hooyadiis ayaa hurdada loogu yimid markaasa waxaa lagu yiri innaki qad xamalti bisayidi alcaalamiina wa khayri albariya wasamiihi idaa wadactihi muxamada ku magacaaw haddaad dhasho nebi maxamed sal allah alay wasalama liannahu satuxmadu cuqbaah mooha ciribtiisaa la mahadi doonaa waana la mahadiyey sala allahu alayh wasalama nabiga calayhi salaatu wasalaam xamligiisi iyo markuu lama bilood oo jiro oo uurka ku jiro aabbihiis ayaa magaalada madiina lagu oofsaday cabdullaahi ah nabiga calayhi salaatu wasalaam markii sagaal bilood oo ku jiro uurka wa aana lizamaani an yanjaliya canhu sadaah waqtiguna oo u dhowaada inuu oonkiisa ka faydmo oo nabi maxamed sal allahu alayhi wasalam ku faydmo maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam jahliga iyo shirkiga ayuu zuuliyey hooyadiis waxaa u soo xaadiray dhalashadiisa habeenkiisi habeenkii waxaa u soo xaadiray aasiyo bintu musaax iyo maryamo bintu cimraan oo jannada ka yimideen iyagoo hogaaminaya in la socdaan naago min alxadiirati alqudsiya moorada la dahiray waa jannada ka socdaan ayay ka soo qayb galeen nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiis aasiya bintu musaax oo imraatu fircawn ahayd iyo maryama bintu cimraan waxay ka mid yihiin xaasaska nabiga calayhi salaatu wasalaam filjanna ayay ka mid yihiin aasiyo iyadu waxay rumaysay nabiyullaahi muusa xilligii saxaradu nabiga ay rumaynayeen saxaratu fircawn xilliga ay rumaynayeen nabi muuse ayay iyaduna rumaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadiis fooshiyaa qabatay waxayna dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam asigoo nuura nuurkiisuna iftiimayo maxaa yeelay xilliga uu dhalanaya waxay ahday 12-ka rabiicul awal maoho weliba qubayla alfajri salaatu subax waxyar ka hor xilligaasna xilli mugdiyay ahday nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhashay waxaad moodaa in habeen 14 bisha maraysa inay tahay wamuxayan ka shamsi minka mudiun asfarad canhu leylatun qaraa markuu leeyahay weji oo bisha lamida oo oraxda lamida ee nabiga calayhi salaatu wasalaam xaggiis ka ahaado iftiimaya ayaa habeen mugdiya iftiimiyey oo habeenkii waxa uu noqday leylatun qaraa habeen ifaysay noqotay waa ma habeenkii uu dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam ee diinta faraxa uu sugnaaday iyo iftiima uu sugnaaday waa maalin aaminatu bintu wahbin ay gaartay faanka waxaan naagaha caalamka oo dhan ayna gaarin waxay la imaaday
نبي عيسى يديس ولد كي لا تمدي ونبي عيسى وحكى فضل البدن اي لا امات يا امنه بنت وهب ونبي محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله يا هو حلقاس تليفون مجرن ما لا اسكال حريره هواتف مجرن هواتف لو جيدنا بشاريسي مركاسي وحي دهد ان قد ولد المصطفى وحق الهناء نبي قال الدور تيا دشه الله دلي وحاسقنا ذي فرح اي اسو بشارين وحاسنا وحي هاي اساس دعايه خوارق العاده وحاده كبحسن بلا ادن كيقانو كبحسن اي هذا نبي عليه الصلاه والسلام مركي او صوت ظاهري وهو صوت ظاهري او هو يديس على وشي كصوت بحي اصول لما ديس كعمر دولك او كد جيي رأسي سي مدحي سنة سمدة وكري علي سلامك سنة كو إشارة النبي عليه الصلاة والسلام درجة سنة سرايسو قدر كي سنة سرايو مخلوق ودم وكفضي بدني هي إنه يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك إلهي جعلاي أو إلهي أكتس لك جعلاي أو دبي عدي سيفدي سل أي وناك سناتي أي كو إشارة سي النبي عليه الصلاة والسلام وحو دشا اسو نظيفة اسو قدن اسو حدون تيسو جرانتهي اسو ادقايا اسو صبكن اسو كوكويلن كوكولن عناية الله لم يديس اندود اي كوكولنهين دانا انت يا دريالك الهي سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام دالا شديسة وحاسو ظاهري وحابل الى خوارق العادات عادتك بحسن لقنك بلا آدنك أي أمور أن هر الله أركن يا وحياة غريب يا له أو كم مغن عقل قبل آدم ككبحسن يضو أساس لو قد جايو نبي النمد عليه الصلاة والسلام دت كنا مخلوقات كنا اللي أقويسين أيو نبي يقول إنه يهي إلهي كيس الله دارتي مختار الله تعالى ومجتباه إنه يهي سماذا وحال لو كردي لو زيادة حفظي وحال لقعلي يو لقردي دت كوي مرددها يوم مدح أتكاي يا نفوس الشيطانية ذا كوا أصاحبك أهاي حدقي هنا وحي كوج من رجيم كستا وحي كسوج من تباب الله نبي عليه الصلاة والسلام حوصل رارع صدي حدقي هي إفا يا وصل رارع صدي إلى اللقاء أركمر كاسد دتك جوج حرم كدوحيه سا يا دتك جوج حرم كبوريه سا إلى أي كأركان نبي عليه الصلاة والسلام مركي أو دشي وحاصل ظاهري نور أو سرها الشام أي لا إفن أو مكة إدي جوكت بنان كذا إيه قلت كي قده هيرم إدي جوكت عدك سيارك تي وحابه الدعي وحاكم إذا هاي بقرتو يدي أما ما ذحتو يدي كسرة إن إدي الله عسن تي جبتي أو مركاسي سيفي عن لو قد دالي أي سود دونتي كوركا سود دونتي حاكم إذا هاي دب انت اساسنا دب العابود الجري او دولته فارس لو عابود الجري اني دمين نبي عليه الصلاه والسلام مركو دشاي او سو ظاهري او وجيغي سو وناغسن سو افتيمي وحا كميدahay ايش لا دهي جري بحيره ساوه او اسكو سو برقان جرتي اني غورتي ايو سدو كلمه ميل به گويا اين بي كا ايمانينو صحرا أون بعد يبيع عن لهين يبيع إسك صوب ظاهرين إسك صوب برقدين أي هذا عجيب كاي أو تسنى النبي نمد عليه الصلاة والسلام أي كمتها أو إسلام ركاس نقف أو من وح بيع دل قدا أقوى إسك أيكو علن على جهيلين نبي عليه الصلاة والسلام ما هو العلة يقين أو كل شيء أو بنان كمكاهي يبلد كشجر كيس أن لجوينين سنة كيسة سدر راجع هؤلاء شواس سنة كا أو نوشة جمع لنا كين نجاه الرئي نبي عليه الصلاة والسلام مركي أو شيء مرضعات كيسي دتك النوجي هؤلاء كن نوجي فربنا إلى سديد على جارسيا وهكما ده هذا أقوى الرئيسي هو يدي سان نوجي سي معلمه معلمه هسي وحلقو شجع سدح برينته تذوب بروال شجع سجال بروال شجع تبدأ نوحان وجسي ثويب الأسلمية ثويب الأسلمية تاريخ ذي سفي عن الله قهد لها
ثويبة الأسلمية وحي هذي نبي عليه الصلاة والسلام مركو ده شيء أبو لهب تيجو بشارة سي النبي قال عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام ثويبة وحيلن وجيسي ويل كيدي مصروح لديه جري أبي السلام أنا ونبي قدم بيوك بعد لنوجي حمزة أنا وكه الرئي نبي عليه الصلاة والسلام ثويبة سفي عنا وسكي إلى الجري وحوه هدي هديه ودري جري نبي عليه الصلاة والسلام مرضعات كان نبي وحاكم إذا هاي حليمة السعدية وسفي عن لو يغانو حليمة السعدية وحي هذا قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وحي هذا فقيره فقير ذي هذا نبي عليه الصلاة والسلام وحول شاسيقو أقوم أسيقو أقوم أيو دشا يدون فقير ذي هذا مركا يقو حيكو شغي سجرين هوينك إن النوجيان المها إن النوجيان مشارنا يكو قاتان يدو مركا فقير هذا نبي عليه الصلاة والسلام مركا إنه جسي فأخصب عيشها بعد المحل عريرك بعد نلشي دي ويبرواقو دي انت انقولي بقلبتي لقاري نبي انك لقاري سدي قاري الناسيه دي نواد دررين مركا سي نبي عليه الصلاة والسلام ناس كميديقه إنه ججرت ناس كبدحنا ولا الكيسو من الرضاع أي إنه ججرت حاليا من السعودية وحين نغطي فغير تنمو هي عاتك بعد غنية نغطي غنية ذي نغطي قيل أكتيد الجوج قوارتي قيل قوارها أو دقوش هذا وأكتيد الجوج وعيلا وحوسين أرجع وعيلي مصيبة كستا نفتر أي كدري ميتنا وفيد أنتي بفضل النبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام وحو هاي مالك إنه بربارة وكرية عنق أنتو بالكو كرة عنق أنتو بالكو وين هذا النبي عليه الصلاة والسلام عليه وكو وين هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يدي سلقوت أيه وكو استاجي سدح بال مركو مرايو سدح بال مركو مرايو النبي عليه الصلاة والسلام لم يدي سجندوت أيه وكو استاجي شن بال مركو مرايو نواكو صعد النبي عليه الصلاة والسلام سقال بالمركو مراينا الدواء قوي ياو وابهد لا يبى نبي عليه الصلاة والسلام ليربتك وهذا المركو مغشوا سدان نبي عليه الصلاة والسلام وحيابه تاريخ ذي سوا حكم ذا لبذي ملك إن هديا لك ورني هاي أو جبريل ميكائيل إن دمبلن حبت كيسة شريف كاهي أو ناكسن مركي دمبلين دلاعين أين النبي عليه الصلاة والسلام مدري من ألم يحنون مدري من قفك بمانتا وحال استعماله وحابل إله وحو قفت اللقوم وقسي ومير كذا اللقوم تبسي الله استعماله لكن برقاس مجرن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حبت كيسا مركي دمبلين لم يشعر ألما وحنون مو سدري من وحينك صبحيان حنجرت دوموغا أي كبحيان أو شيطان كان نسيب كيس يا محل الوسوسة وحين أكون دقين برف يكون دقين حلق عن برف فاجر لكن حلق عن برف مجر خارق للعادة هذا نبي عليه الصلاة والسلام صدر قيس وحي كبحيان لابد الملك علم النافع أي حكمة يا معاني إيمانية أي كبحيان نبي عليه الصلاة والسلام لابد الملك صدر قيس واتولان ولي بق بالأدنى كمان تهدي مال إيان لقى لقى قالوا لا تلا يطلمذ ويكم وغنيسا مركا مع ذلك كما كانت أولا نغتة سيد هراء أيون هذي يسيك السيف يعني نغتة نبي قلنا عليه السلام والسلام وعكساب برباري على أكمل الأوصاف أوصاف تمد أو كامل نما بدن مركا حليمة السعدية نبي قو حيو على سويدس ولبق يدو كاريها تنبردها إن يعيس يدو كهانيس سببت أيوك هاني سنة واجع على النبي عليه الصلاة والسلام إنه ولجوه لكن أسباب تأكنت إني عريس أيوك أيوه حكمت هاي إن جن لجوء السيبي كبعضه
إلى آدم كمان تبرجاس وحكبغ الجري حوادث ليراهو حادث جنية أي قب نبي علينا عليه الصلاة والسلام مركي أو جاري أفر سنة مركي أو جارو هو يديس أي مقالة مدينة لا أدي كبعدنا والله صلى الله بتمشى أبوه ليراهي كوجي ريوتي كبعدنا وحنا الله سعطي أم أيمن أم أيمن النبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن أيام هشي كسوق هذه عبد المطلب أيوك أنت عبد المطلب عبد المطلب أيوك أنت النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب أبويه النبي عليه الصلاة والسلام وأنا صوت دنيي سيف يعنون أقول جعل أحسن هذه أدون مرت مرتق هذه وحابه ورجلنا وحاكم إذا هاي إن لابني هذا لشأن عظيما ويل كيجه كنا نبي النمو أيك صوت سعوته شأن وين أيا أصقنا هذه فبخن بخن لمن وقره ووالاه ساسول يجري وحال ليبان أي أصقنا تي عد النبي عليه الصلاة والسلام وينية أو حريرية مرك النبي عليه الصلاة والسلام أنت ويراي كما أصش شيئا قاجو كما أصش شيئا أون أنت بدن هدية واحد دريمه وهو هاي ماء زمزم إنه وادي جري ما هسوي كسو درج جري أبكوس عبد المطلب مركي جريدة أي صح عذرتي نبي جو حاكف على قاضي أدير كيس أبو طالبة أو لبا أبيس كوها بري أضاعها هاي أسوونا سيف يعنى ودري علي وحونا كهر مرجر نفتيس يا الميس سيف يعنى وبرباري نبي عليه الصلاة والسلام طمن يلا بسنا هدو جاري وحور رتي أدير كيس أيال وحول رتي أو لا هذا بلاد الشام يقعد دح سعدان راهب كبو حيرة لديه جري أيا أقوى صدى النبي عليه الصلاة والسلام مركز وحورها وحان ليتسنى يا أو ملينا يا إنو يهي سيد العالمين عالمين تسيد كور إنو يهي ويل كان رسول الله والنبي إلى رسول كيس النبي سنو يهي وحاو سجود يورش جيدها يا دق حمانك دق حيالك يا سجود يا ونما السجودان إلا النبي تقوض بضم ما هني عدك لأو السجودان ماله نبي إني ماذا ختم كذا أي أنا قرب كيسة أدي لك وروني هاي على مدى سيا كقرا نويري مركز هو حول هاي وحو أمر رهيب كي أدير كأنه ولا نقضه أو النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا نقضه مركز إن شاء الله تعالى ووقتك لأجل الوقت أيان أنت سوو سمه هنا إن شاء الله تعالى إنك سوو جعلنا أنا نسوق وقابنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كفاحي يجهاد كأودين تأو قلي يبقى حد يا نبي عليه الصلاة والسلام جهد جيس يرشادات كيس أنا وحكش هجنا وأن جعلنا لكن كلمة دين أنت سمك سوق هنا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا النحوسي سقينا قريبا ببرنامج كنا حفلة مولدك نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وحنا واحد دون السلة ونا آخر دون عباس معنا يا ربي صل على ما يا ربي صل على من يا ربي صل على من حاز الفخر وجاها يا ربي صل على ما يا ربي صل على من يا ربي صل على من حاز الفخر وجاها ديب الفؤاد وضابا ديب الفؤاد وضابا ديب الفؤاد وضابا كن به وتباها يا ربي صل على ما يا ربي صل يا ربي صل على من هذا الفخر وجاها جد الحسين الهمامي جد الحسين الهمامي جد الحسين الهمامي وحسن الحال ضاها يا ربي صل على من يا ربي صل على من يا رب صل على من حز الفخر وجاه إني أحن
إني أحن أين لأرضي طيبة شداها يا ربي صل على ما يا ربي صل يا رب صل على من حز الفخار وجاها إني أحن أئن لأرض طيبة شداها يا رب صل على من يا رب صل على من يا رب صل على من نزل فخار وجاء نور الرسول يلوح نور الرسول يلوح نور الرسول يلوح في دورها لو أراها يا رب صل على من يا رب صل يا رب صل على من هذا الفخار وجاها لنلت سعدا ومجدا لنلت سعدا ومجدا لنلت سعدا ومجدا ونالت نفسي مناها يا رب صل على من يا رب صل على من يا رب صل على من هذا الفخار وجاها يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه ما فحديب رباها يا رب صل على من يا رب صل يا رب صل على من هذا الفخار وجاها وسلم يا إلهي وسلم يا إلهي وسلم يا إلهي ما ضاء نور غباها يا رب صل على من يا رب صل على من يا رب صل على من هذا الفخار وجاها هذا الفخار وجاها اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه هاتم حسيم رينا قبيل دم باختتام كقرآن كريم كحنو أغرد نور أنيقو عاد دفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هل كاسنا حانوغوك أحن معلوم حسين هاتنا ونوحر أنت حمد